بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة فيديوهات الآيفون. الآن راح نعمل سوفت وير عن طريق برنامج ثريو تولز لجهاز التاب إصدار 14.7. الحين مجرد ما تفتح البرنامج يكون التاب داخل معك على وضع الريكفري مود. راح طبعا لاحظ ريكفري مود، الآن ريكفري مود عن طريق الجهاز مغلق، تدخل كيبل يو اس بي مع كبسة على الهوم لحتى يدخل معك على وضع الريكفري. الآن مجرد انت ما ظهر معك بالبرنامج راح مباشرة يعطيك الخيارات اكزيت ريكفري مود، اطلع من ريكفري مود او جو فلاش. احنا راح نعمل سوفت وير فراح نعمل جو فلاش. جو فلاش راح يعطيك الاصدارات المتاحة بين ايديك، الاصدارات المتاحة بين ايديك. عندنا 14.7، عندنا 14.7.1. طبعا انا تعمدت اني اعمل 14.7 على اساس اقدر اعمل الجيبك والتخطي، وتم شرحه بالقناة الاولى. الان العملية الفكرة بالنسبة لك انت ممكن تعمل يعني اخر او اعلى اصدار. طبعا استثني دائما البيتا، استثني البيتا، البيتا بيكون تحت التجريب. فإذا استطعت إنك تفلش 14.7 و14.7.1 نفس الإجراءات نفس الطريقة كسوفت وير عادي. أما أنا عملت 14.7 لغايات التخطي لأنه الجهاز عليه آي كلاود، فعلم على 14.7 ومن ثم أعطيه فلاش، شوف راح يصير إيش. طبعا ملحوظات، الآن في عندك بالمربع أو بالدائرة في عندك فلاشة قيد العمل يعني للتحميل. طبعا يعتمد التحميل على سرعة النت لديك، على سرعة النت. إذا كان النت قوي ما راح تتأخر، إذا كان النت ضعيف لا راح تتأخر، لأنه حجم الفلاشة يعني حوالي 5 جيجا، حوالي 5 جيجا. الجهاز زي ما انتم شايفين، راح نظهر شو مشكلة الجهاز. طبعا ليش عملنا له، نشوف. تشغيل عادي. طبعا انت البرنامج الان ممكن تتركه راح يكمل التحميل لوحده، يعني حتى لو كان الجهاز مشبوك او مش مشبوك او مفصول الجهاز راح يكمل التحميل تلقائي. بس حجم هائل يعني 5 جيجا تقريبا، حجم هائل. الجهاز يعطيني تم إيقاف الآيفون نتيجة تدخيل أكثر من مرة باسورد خاطئ، وبالتالي اتصل بالآيتيونز. راح نغلق الجهاز وننتظر. طبعا لاحظ مجرد ما أغلق الجهاز كيبل يو اس بي واصل مع كبسة الهوم راح يدخل معك على وضع الريكفري. هاي الآن وضع الريكفري زي ما حكينا بداية الفيديو. الآن الأمور واضحة إن شاء الله، ننتظر تحميل السوفت وير ونرجع نكمل إن شاء الله تعالى عمليات التفليش. الآن بعد اكتمال عملية تحميل الفلاش أصبحت الآن باللون الأخضر، وعندنا جنبها داونلودد يعني تم التحميل. الآن الجهاز وضع الريكفري مود كل ما هنالك. طبعا الخيارات اللي حكينا عنها امبارح مهمة. دائما انت اذا بدك تمسح تطلع من الوضع اللي شفناه قبل شوي امامنا او تمسح رمز الحماية، اختار خيار الكويك فلاش مود. الكويك فلاش مود هذا سيقوم بمسح البيانات. اما ريتين يوزر داتا راح تبقى البيانات كما هي، راح يبقى الجهاز على حاله وما راح يمسح رمز الحماية. فكل ما هنالك راح نعطيه، احنا نحدد طبعا الفلاش اللي محمله ونعطيه فلاش. راح يبدأ في عملية التفليش. كويك فلاش از بروسينج تحت العمل اباوت 15 مينتس، اباوت يعني تقريبا حوالي 15 دقيقة راح يكون انهى عملية السوفت وير. بليز كيب كونكتد يعني اترك الجهاز موصول على هذا الوضع. طبعا هو بيعطيك وضع الجهاز ريكفري مود.
راح ننتظر لحد ما يكمل، بس ننتظر اول اشي انتبه للمعدات 6%. الان بيعمل استكراكتنج فيرول، يعني قاعد بفكك الفلاشة او بجهز الفلاشة عشان بدأ بيعمل ستور. لسه الجهاز ما اقترب من الجهاز، اللي بيعمل تفكيك للفلاش الان. تابع الارقام مهم شوي. طبعا راح يبدأ بالعد 7 8 لحد ما يصل تقريبا لغاية 19%، بعدين ببلش يكتب للجهاز. بس في اجراءات بيعملها قبل البدء بعمل السوفت وير. هو قاعد الان بيجهز الملفات عشان عمل السوفت وير. طبعا الفلاش كبيرة تقريبا حوالي 5 جيجا، فالان متأخر عبين ما يعمل التفكيك او التحضير. يعني حاله مثل حال مثلا برنامج الاودين بالسامسونج، عمله في السيستم الحجم كبير متأخر عبين ما يشغله. الان على 11% انتر ريكفري مود، اعاد تشغيل الجهاز للوضع الريكفري مود من تلقاء نفسه. لاحظ الجهاز الان اعاد تشغيل. سندنج رام ديسك، قاعد برسل بيانات للجهاز. سندنج كيرنل كاش، لان 19% الان بلش عملية الريستورينج. ما قبل 19 كل عملية تحضيرية، بس لازم تكون التاب او الجهاز مشبوك مع الكمبيوتر. الان ريستورينج راح تستمر حتى 20%. طبعا بكتب هو ملفات ابديت ناد فيروول سيستم كيرنل، اشياء كثير هو اللي بفكك الفلاشة وبعمل كتابة للسيستم لكل بيانات الجهاز. تستمر العملية زي ما حكينا لغاية 100%، ثم سيقوم باقلاع الجهاز. راح نتقدم شوي بالفيديو عشان ما تأخر. لاحظ انت الان ما تتدخل بالجهاز، الان انت وضعك ان شاء الله على سليم وبتعمل سوفتوير بكل امان وبدون اي مشاكل. 91 الان انهى العملية. طبعا 91 قفز مباشرة، انهى العملية تمت بنجاح. لاحظ الان congratulations clean flash complete، تنظيف الفلاش او فلاش نظيف يعني بمعنى اخر تم. الان راح يعيد اقلاع الجهاز، ثم الجهاز سيقوم بتحضير او بتنصيب السوفت وير الجديد. لاحظ ظهور خط، طبعا راح تنتظر اكتمال الخط ومن ثم سيقلع التاب بدون اي مشاكل. هاي كل الاجراءات المطلوبة خلال التفليش. لاحظ الخط بتحرك. الان اقلع الجهاز بعد ما انهى يعني بحب دائما ان تكون العملية هيك مفصلة. الان اشتغل الجهاز، راح يدخل الان على شاشة الهلو، هاي اسمها شاشة الهلو. الان تمت عملية تفليش بنجاح وتم مسح جميع البيانات. الان ممكن تعد التاب وتتأكد انه عليه اي كلاود او ما عليه اي كلاود. طبعا دائما قبل البدء بعملية تفليش لاي جهاز ايفون، اتأكد دائما من صاحب الجهاز انه يمتلك الاي كلاود او لا يمتلك الاي كلاود. لانه اذا عملنا سوفت وير والجهاز زي هذا اللي بين ايدينا عليه اي كلاود، راح يطلب الاي كلاود القديم، وبالتالي ستضطر لعمل جيل بريك وتخطي عن طريق اما مدفوع او مجاني. الان انتهى الفيديو. الان كملنا فيديو ثالث من فيديوهات الايفون، اعتقد هن مهمات جدا. ضايل عندنا ان شاء الله فيديو يعني مفيد 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 جدا، إن شاء الله تعالى راح نشرحه غدا أو الأيام القادمة. انتهى الفيديو، ادعموا القناة، شاركوا الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.